أحسن الله إليكم الشيخ سين ميم صاد من جدة، يقول: ما حد الإسراف المنهي عن في القرآن والسنة فضيلة الشيخ؟ الإسراف هو الإنفاق الزايد، الإنفاق الزايد عن الحاجة، الإنفاق الزايد ينفق على نفسه نفقة زائدة لا يحتاج إليها ويتوسع في المآكل والمشارب، قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك الإنفاق من التبرعات الكثيرة التي فيها تبذير وإسراف، تبرعات إذا كانت في سبيل الخير وفي عمل البر ولو كانت كثيرة أجرها أعظم، لكن إذا كانت التبرعات ليست في سبيل البر ولا في سبيل الخير، وإنما هي أعطيات للناس غير المحتاجين وهدايا وما أشبه ذلك وبذخ وعمل الولائم الكبيرة والإكثار من الأطعمة في المناسبات، هذا هو التبذير. الله جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإنفاق إذا كان في غير بر، الإنفاق الكثير، الإنفاق الكثير إذا كان في غير بر فهو إسراف، وأما إذا كان في طريق بر فهو طاعة ولو كثر. نعم.